السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد كل جمعة مع أخوكم محمد السيد، نتناقش ونجاوب في أهم الأسئلة اللي بتدور في السوق كله. النهاردة في ثلاث أسئلة مهمة جدا من سنين وناس بتسألهم، أو من شهور كتير يعني من حوالي سنتين ثلاثة وناس بتسأل: إيه الفرق بين الهوجن الأصلي والإتش جي، الضوء الأصلي والإتش جي؟ بل من أسبوعين تقريبا ناس بتبعت لي: ولكن والله كنت تعبان جدا فما قدرتش أجاوب. الحق، ده في فيديوهات نزلت بتقول ان الضايو الاصلي نزل والضايو المتخزن في السوق نزل والمش عارف ايه. الاجابات على الاسئله ديت لازم تكون دقيقه شويه ومن مصدر موثوق منه عشان تكون صحيحه، وحط رجلك او ايدك على الحاجه الصح اللي انت هتشتريها، تمام؟ اغلب اللي كان بيجاوب زمان او بيتكلم في الموضوع بيتكلم بدون علم، فعشان كده كان بيقوله خلاص اي محتوى بيتقال واي كلام بيتقال، لا في مصدر ولا في اي حاجه وبيقولوا خلاص. النهارده هجاوب لك من مصدر من الاصل نفسه، وهقول لك الفرق بين ده وده وتشتري ان هو فيهم وايه الصح. ولكن قبل ما نبدا في الموضوع ده عشان هيطول شويه، في شويه مسائل كده نتكلم فيها وندردش فيها. اول حاجه، موتوسيكل ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا والله غصب عني ان انا فعلا لما رحت الشركه كنت تعبان وما قدرتش اطلع من الورشه، ما قدرتش اطلع من البيت. ليه؟ عشان كان المفروض ان انا الاسبوع اللي فات ده اعمل فيديو عن مواصفات وكل شيء عن موتوسيكل ذوي الاحتياجات الخاصه الجديد، وازاي تستخدمه وازاي تحافظ عليه وازاي كل حاجه عنه بالتفصيل. النهارده ممكن اقول لك المعلومات اللي جات لي، انا جبتها بالتليفون الحمد لله ربنا اكرمني بيها، السعر والتوافر بتاعه، دول اللي قدرت اجيبه، لكن مواصفاته والكلام ده لازم يكون المعدة قدامي. يبقى الموتوسيكل اتوفر ونزل السوق، اشتريه منين؟ من اي معرض هيجيبه لك. طيب انا المكان اللي انا فيه المعرض مش موجوده، لو مش عايز تروح معرض اصلا اطلع على المعرض الرئيسي اليوب، طريق القاهره اسكندريه الزراعي، على الطريق على طول جنب مصنع الاسلام، تمام؟ معرض ابو حاول، خش. ينفع اشتري من هناك؟ ينفع تشتري من هناك. سعره الرسمي كام؟ تقريبا 21000، اقل 500 زاد 500، لكن الرسمي 21 تقريبا، تمام؟ طيب لو واحد بيبيعه 25 و 30 والكلام ده ما تشتريهوش منه، اللي يرفع عن السعر ده ما تشتريهوش، الراجل عامله لله، قال لك ده خاص، ده حاجه خاصه ما تكسبش فيه، تمام؟ طيب ده كده الحوار بتاع موتوسيكل ذوي الاحتياجات الخاصه. مواصفاته وزي التعامل معاه ده ان شاء الله نعملها فيديو باذن الله، ربنا يعافينا بس ان شاء الله ونعمله. رقم اثنين، الشركات بقى المنافسه. يعني تخيل بقى الاسبوعين اللي فاتوا او الشهر اللي فات نزل السوق اصدارات 2023، مش السوق المصري طبعا، السوق العالمي، شركه هوندا، سوزوكي، كاوازاكي، موتوسيكلات، بل كمان اليابان بتعمل تجارب على الموتوسيكل الطائر، تمام؟ يعني هل هيبقى للشرق الاوسط او لمصر نصيب من الحاجات دي، ولا هنلاقي ناس بقى اللي هم بتوع الموتوسيكلات الشعبي؟ لان الناس دي فعلا يعني تعليقاتها بتبقى بتزعل. ازاي لما ينزل موتوسيكل او يبقى فيه مثلا اصدار شبيه للنينجا مثلا ويقول لك ب 30000، لا يا عم غالي، مين اللي هيشتري ده؟ يا استاذ الفاضل، على فكره الشعبي حتى الان هو اللي ماسك السوق، توفر قطع الغيار والصيانه وانتشار وكل حاجه، ولكن احنا دايما بنقول في فئات، في طوائف، في ناس بتشتري موتوسيكل ب 2 3 4 مليون. هل ان ده لا ده هو دول فلوس فايضه معاه، ايه المشكله؟ واحد ما معهوش الا هم 10000 عايز يجيب حاجه مستعمله يمشي بيها بيته، هو ده يعتب على ده او ده يبص لده؟ لا طبعا، ده ارزاقه متوسعه وكل متوزعه، وكل واحد له رزقه له طاقته له، وده عنده هو ملك بالموتوسيكل ابو 10000، وده عنده ابو 2 3 مليون ولا حاجه. فهمتني؟ فده دي متقسمه. فاحنا بنقول في اصدارات، في فئات، في طوائف، ده ما تزعلش. فهمتني؟ فاحنا لما ينزل بقى في السوق المصري الحاجات اللي هي العاليه، ليها ناسها، كل حاجة وليها ناسها. في ناس بتشتري الموتوسيكل كيف مزاج بس، ان انا بطلع بيه ساعة نص ساعة ساعتين بالليل واتمشى مع اصحابي وخلاص، تمام؟ او بطلع رحلة.
في ناس تانية الموتوسيكل بالنسبة لها، ولذلك أنا بقى بناشد من هنا الناس المستوردة أو المصنعة، في ناس عندها الموتوسيكلات الشعبي وخصوصا الشعبي، تمام؟ لازم تأكد على الخامة والدعم واللحامات كويس. ليه؟ لأن الموتوسيكل ده هو عربيته، هو حياته، شغل بيشتغل عليه ويسترزق عليه، مواصلات هو اللي بيشغله مواصلات رايح جاي، فسح بيركب زوجته وأولاده إن كانوا 2 3 4 بيركبهم ويمشي معاه، صنايعي بياخد عماله وراه ويمشي بيه هو والعده. فهو في ناس الموتوسيكل ده حياتها، فعشان كده ما نقرطش على الجماعه الشعبيين دول اللي هم الفئه الاغلب اصلا، تمام؟ غير اللي فوق. فمش عارفين مصر هيبقى ليها من الحب جانب والحرب اللي دايره ديت في موضوع التقدم الصناعي جانب، ولا هنشوف يعني ده الايام هتثبت كده. نخش بقى في اهم اسئله اللي انت مستنيهم. ايه الفرق بين الهوجن اتش جي والهوجن الاصلي؟ وهل في فرق فعلا؟ ده في فرق يجي 3 4000 جنيه ولا قول 2500 جنيه في السعر، هل يستاهل؟ هقول لك بقى الحاجه اللي فعلا هتصدمك. ناس كتير جدا مفكره، معلش انا دي هتزعل التجار كلها مني، تمام؟ الحق الدايو الاصلي نزل، الدايو الاستيراد كامل، اصل في مستورد دايو وهوجن في الشرق الاوسط كامل استيراد ابو حور، ده رقم واحد. هتجيبه من السعوديه، هتجيبه من العراق، هتجيبه من السودان، ابو حور، تمام؟ هتقول لي لا اصل هو بنزل شاسيهات بره احسن من هنا. هو منزلش شاسيهات، هو بيصنع الشاسيهات. ازاي يا عم؟ ده انا التاجر بيقول لي دي استيراد كامل، انا اللي جايبها، هو راح سافر جابها وجه لك لحضرتك مخصوص، صح؟ هو ده شغل تجار، فهمتني؟ انا احيانا بقول للزبون اه ده استيراد كامل، الزبون اللي مش فاهم ما انا لازم اقول له كده. ليه؟ هو مش عايز يفهم. لكن اللي عايز يفهم بقول له يا باشا على فكره هوجن ده هي هوجن ده من نفس المصنع، من نفس المصنع، نفس الورق ونفس المستورد، ده بحاول ده بحاول. طب ايه الاختلاف في السعر؟ الاختلاف في السعر جاي منك انت مش منه هو، الراجل ما غلطش. قال لا. طب هو ليه طالما دي بتاعته ودي بتاعته ليه نزل دي الاتش جي وبرده معاه الاصل دي؟ لان الاصل دي بتاعته، هو اللي عملها من 2003 2004، دي بتاعته هو، تمام؟ وطبعا شركة دايو جددت العقد بتاع التوكيل بتاع ابو حوا من 22 ل 32، 10 سنين. يبقى مفيش مستورد جديد في مصر. دايو هي دايو، ابو حوا ابو حوا. طيب اشتري منه هو؟ لا، انا اشتري بقى الجديد بتاع ابو حوا. ليه؟ نفس المصانع، نفس كل حاجه، الراجل مفيش فيها ذره واحده اقل من الثانيه، هي دي هي دي، نفس الامكانيات. طب هو نزلها ليه؟ او نزل اتش جي ليه؟ وقال لي في السعر 2000 جنيه ليه؟ لان ابو حوا لقى ان في حاجه اسمها شركات تانية بتنزل نفس منتج الدايو والهوجن باسماء تانية، هاو جيانج يزود حرف، هاو جيم، هاو مش عارف ايه، ففي منافسين واقل منه في السعر. فقال لك لا، طب انا انزل نفس خامتي بنفس كل حاجه واقلل في السعر شويه ويبقى المنتج ده زي المنتج ده. طب هو ما قللش في، لا هي نفس الموتوسيكل ونفس المصانع، مش مصانع تانية، مش مصانع خارجية. يعني لو جبت الاتش جي، على فكرة الاتش جي شغال من سنين ومحدش اشتكى منه نهائي. في 2020 ظهر عيوب كتير جدا في جميع انواع وسائل النقل، مش الموتوسيكلات بس ومش الدايو بس، في جميع انواع وسائل النقل حتى العربيات. جالي مشاكل في الهوندا نفسها، الموتوسيكلات الهوندا، الموتوسيكلات الهوندا اه طبعا، شاسيه يتقطم، جنط يتقطم، ايه يا عم ده ليها، ده صورها موجوده على النت مشهوره، تمام؟ في الهوندا، في جميع الوسائل، في العربيات نفسها كانت الناس بتشتكي من صوت البساتم، والكلام ده قلته كذا مره. فتقريبا سنه 2020 كان في مشاكل مع جميع المستوردين من المصانع، لكن بعد كده يعني حتى السنه دي الحمد لله المشاكل قلت بنسبه 99.9%، ما عادش مشاكل الحمد لله، كل حاجه اتظبطت. وزي ما قلت قبل كده الشاسيه المصري انظف
ده ان كان في لسه مستورد بيجي والله اعلم، لكن انضف من مستورد المركون اللي انتوا هتقولوا عليه. ليه؟ لانه مدعم اكتر. هتقول لي الدعم فين؟ مش هينفع اقول، لان ده زي ما بيقولوا بقى هناك سر التصنيع بتاعهم. في نقط ضعف اللي هي الديد بوينت اللي قلنا عليها قبل كده، نقاط الضعف بتاع الشاسيه، اتعمل عليها شويه دراسات. واحد محترم الله يبارك له كده، انا اتنين انا عارفهم بالاسم هناك مهندسين، واحد مهندس والتاني صنايعي، واحد اسمه الحاج عباده ده صنايعي، واحد اسمه مهندس حسام ده مهندس. الاتنين دول الله يبارك لهم، دول لما قعدوا كده، ده نقطه ضعيفه، ده ضعيفه، ده بيشتكي من هنا للشكوى من هنا، عملوا شويه تعديلات جميله جدا في الشاسيه. الصراحه انا كان نفسي الشاسيه كان متشرح قدامي يعني نصه بس، وانا طلبت اصوره، فقالوا بلاش عشان يعني ايه تبقى حاجه خاصه بيهم هم، يبقوا هم مميزين بالحاجه دي. تمام. حتى كمان في فيديو ان شاء الله ممكن بكره او بعده على شاسيه بس مش بتاع موتوسيكل، في دعم كويس، لان كان برضو ناس بتشتكي من موضوع الديد بوينت، نقط الضعف، النقط المميته في الشاسيه. تمام. ففعلا كانت عامله مشكله كبيره جدا مع الطائفه دي او الفئه دي، الحمد لله اتعمل عليها برضو شغل، اتعمل عليها دعمات وبقت 100%. يعني ايه برضو الموضوع كده خلص؟ الموضوع منهي. اشتري ضايو ايه؟ اوعى حد يضحك يقول لك اوبا انا عندي الضايو الاصلي وانا عندي الضايو مش عارف ايه ولا لا. زي ما دايما بقول، لما تحب تشتري دور الموتور واسمع صوته، عشان لو في مشكله عيب صناعه فعلا، وناس محترمين جدا ما بقولش لا، يبقى لو في عيب صناعه في الموتور، او لو لحام مش مظبوط في الشاسيه، وده نادرا ما عادش بيحصل اصلا، بس لو في شاسات مركونه من زمان عند التاجر، فما بقاش انت اللي اضطريت، يبقى انا لما اروح اشتري انا كده كده دافع مبلغ. وطبعا معلش اخواننا التجار اللي بيسمعوا ما يزعلوش مني، ده امانه. تمام. انت رايح تشتري مني من غيري، افحص مكانتك، انت مش دافع 10 جنيه، انت دافع ما شاء الله الاف، يمكن هم دول اللي حيلتك، يمكن سالفهم، يمكن بايع ذهب مراتك. انا بيجي لي زباين بص مفيش. طيب افحص كويس. افحصها ازاي؟ هعمل لك فيديو، يعني انا عامل لك فيديو اصلا قبل كده كيفيه شراء موتوسيكل مستعمل، اكتب بس على اليوتيوب كده كيفيه شراء موتوسيكل محمد السيد، هيطلع لك الفيديو، اسمعه مره واثنين وثلاثه وهعمل لك ازاي تشتري موتوسيكل برضه بعد كده الاسبوع الجاي ان شاء الله ممكن انزله لك، واحنا مع بعض ان شاء الله لغايه ما تبقى فنان في البيع والشراء، بحيث ان معلش ما تخسرش فلوسك. تمام. يبقى كده تقريبا النقط اتحطت على الحروف، موتوسيكل ذوي احتياجات خاصه، الموتوسيكل الطائر والحاجات الجديده اللي نازله ان شاء الله هننزل عليها فيديوهات ان شاء الله باذن الله، اتش جي والكلام ده لا، ده كله عادي يعني، اجيب ده او ده. انت اللي بتعمل السوق وانت اللي بتعمل السعر للبيع والشراء. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله.